السلام عليكم ورحمة الله. الكويت بين الحرس الثوري والحشد الشعبي. لماذا يهدد الحرس الثوري الكويت ويتوعده بالحشد الشعبي؟ بعد توقيف خفر السواحل الكويتية لزوارق عراقية دخلت مياهنا الإقليمية، تطاول النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري على الكويت وأجهزتها الأمنية، وقال إذا لم تتأدبوا فسوف نؤدبكم باللواء السابع البحري من هيئة الحشد الشعبي. وهذه ليست المرة الأولى اللي يلوح فيها نواب عراقيين بالقوة ضد الكويت، لكن هذه المرة تختلف. فما الجديد هذه المرة، وما علاقتها بالحرس الثوري الإيراني، وما علاقتها بحقل الدرة؟ هذه قناة المراقب الخليجي، وأنا الدكتور ظافر العجمي. علاقة الكويت مع العراق علاقة أخوية وودية بعد إزالة الجثة اللي كانت بيننا وكان يمثلها الأطماع البعثية في الكويت. وكثيرا ما رصدت الكويت القطع البحرية المتجاوزة في مياهها الإقليمية وتقوم بتوقيفها وتوقيع المتجاوزين العراقيين على إقرار وتعهد بعدم دخول المياه الإقليمية مرة أخرى بعد أن يتأكدوا أنهم دخلوها بالخطأ. لكن الجديد هذه المرة هو التهديد بالصدام البحري مع اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي العراقي. فما هو هذا اللواء اللي هددونا فيه؟ اللواء السابع البحري يسمى لواء المنتظر، وهو تابع للمجلس الأعلى الإسلامي اللي تأسس في إيران 1982 بقيادة جلال الدين الصغير، وله وحدات برية ثانية لكن هذا ذراعه البحري. يمتلك كما قلنا المجلس الإسلامي أربع علوية من ضمنها هذا اللواء، وقوته تعد لا شيء إذا عرفنا أن الحشد برمته، الحشد الشعب برمته قطعة أو بحريته تتكون من 350 عنصر وليس أكثر من ذلك. فإذا كان الحشد كله 350 عنصر بحري، فماذا يمتلك اللواء السابع؟ بالإضافة أن الحشد الشعبي بما يمتلكه من قطع بحرية هي عبارة عن زوارق تم تحويلها من مدنية إلى عسكرية وركبوا عليها بعض الأسلحة الرشاشة. فالجميع يعرف أن العراق الشقيق ضعيف في القوة البحرية، سواء في حربه مع إيران أو سواء في غزوه للكويت أو في فتراته التاريخية جميعا، بحكم أنه لا يطل باتساع على البحر. لكن الصحيح أن وجود هذه القوة البحرية التي ظهرت فجأة من العدم ولا تتعدى بضعة زوارق، أن هناك تسابق بين الأحزاب المتنفذة والفصائل المسلحة للسيطرة على الموانئ العراقية. فهذه السيطرة أو عمليات الاستحواذ على الموانئ العراقية اللي تقوم بها هذه الفصائل لها أبعاد عسكرية وأمنية، لها صلة بالتنسيق مع الوحدات البحرية الإيرانية. لماذا؟ لأن هناك أبعاد اقتصادية في هذه العملية تتمثل في الحصول على نسبة من إيرادات الموانئ اللي ترعى عمليات التهريب لتمويل أنشطة هذه الأحزاب الأمنية وعملياتها. فالتنسيق بين الحرس الثوري الإيراني والذراع البحري للحشد الشعبي يتعدى هذه العملية اللي هددنا فيها. فتدريب وتجهيز هذه الوحدات تمت كله من قبل الحرس الثوري الإيراني. فما علاقة ذلك بما يجري؟ بمعنى ما علاقة الحرس الثوري، ولماذا فجأة طلع هناك ذراع عسكري بحري للحشد الشعبي يهددنا به، وكيف نقرأ ما حدث؟ أولا يمكن قراءة ما جرى ربما لنية الحرس الثوري تعكير مياه الخليج والكويت خصوصا بذراعه البحري الجديد، وإظهار أن لدينا ذراع بحري غير الحرس الثوري فحسب. أيضا يمكن قراءة ما جرى بخلط الأوراق أو أوراق الحدود البحرية لتصدير أزمة العراق الداخلية، خصوصا أن الصدر مقتدى الصدر قد فشل للأسف حتى الآن في تشكيل حكومة عراقية، فمما يعاني نظام الحكم في العراق كان لابد من تصدير الأزمة باختلاق مثل هذه الأحداث.
وتصدير الأزمة للخارج متبع في الكثير من الأنظمة الغير مستقرة، فلا نستثني من ذلك العراق. أيضا يمكن قراءة ما جرى على أنه إملاءات إيرانية لاستفزاز الكويت والاستفراد بها، وجعل هناك قضية بين الكويت والعراق، خصوصا في قضية حقل الدرة اللي تم مؤخرا. نشير هنا أن رغم أن حقل الدرة كويتي سعودي خالص، والمفاوضات مع إيران لا تتعدى مفاوضات في حول الجرف القاري، إلا أن الإيرانيين يحاولون خلط الأوراق بإدخال أو زج العراق في الموضوع، رغم أن العراق وإيران نفسها ليس طرفا في حقل الدرة، وإن كانت إيران كما أشرنا جزء من حقل من قضية الجرف القاري. أيضا يمكن قراءة ما جرى أن إيران تحاول إشعال جبهات عدة حول الخليج، يعني في الجنوب هي تشعل الجبهة بأذرعها الحوثية، والآن جاء دور أو تحاول أن تشعل جبهة شمال الخليج بذراعها اللي يشكل الحشد الشعبي. أيضا يمكن قراءة ما جرى أن تكون الأمور أبسط من أخذها هذه المناحي الصعبة، وأنه اختراق بحري عادي تم التعامل معه بحزم من قبل خفر السواحل الكويتي، فتعجبوا كيف كان هذا الحزم، فكانت ردة الفعل من الحشد غير المدروسة من النائب العراقي. أيضا يمكن قراءة ما جرى أنه مجرد عملية استطلاع من المهربين مستغلين الهدوء في رمضان وقرب موسم الأعياد، فأيضا يستغلون أو حاجتهم والفاقة اللي يعاني منها أطراف كثيرة في العراق جراء الأزمة الاقتصادية المتشكلة، فكانت ردة الفعل على عمليات التهريب أو الاختراقات البحرية للكويت. قد أيضا تكون، وهو السبب الأكثر قابلية، أن لا تتعدى أن تكون أسباب لدوافع انتخابية وتكسب انتخابي، وقد تكون امتداد لأسطوانة تعودناها من عالي نصيف البرلمانية والبرلماني إياد جمال الدين وأطماعهم في الكويت التي لا تتوقف. فالأخ علاء أخذ هذا المنحى أيضا للتكسب. ما نريد أن نقوله أن امتهان كرامة العراق وسيادته ليست من الكويت، وإذا كان ما تم يعد امتهان لسيادة العراق كما يقولون، فلينظروا ماذا تفعل تركيا بعملياتها العسكرية في شمال العراق، ولينظروا كيف تقصف طهران كردستان بحجة أن هناك جواسيس إسرائيليين. هذا هو التعريف الحقيقي لامتهان سيادة العراق وليس ما تقوم به الكويت. نحن نمد إخواننا العراقيين بما يريدون بلا منة، أمددناهم بالكهرباء والماء، عقدت في أرضنا مؤتمرات لإعادة إعمار العراق، فكيف يتساوى ما نفعل بما يفعله غيرنا، ثم يتم تصوير الكويت كأنها هي التي تمتهن أو تخترق أو تعتدي على سياسة العراق. الكويت قوية لا تهز هذه التهديدات، الكويت ليست وحدها، فعمقنا الاستراتيجي هو العمق الخليجي، ولا نخاف من تهديدات جوفاء من نائب برلماني لا يعد شيئا، لكننا نلفت النظر أنه ربما يكون للحشد الشعبي ولاءات قائمة وينفذون ما يمليه عليهم الحرس الثوري الإيراني في الخليج. أنا مستعد لسماع تعليقاتكم والرد على استفساراتكم، ولكم مني سلام.